اهلا وسهلا ومرحبا في اليوم 35. وهذا ليش الهجوم ما يوقف هني ولا شو؟ وعندنا المدينة هاي الصعب ما اعرف شو فيها الصراحة. صرنا 35 يوم الحين على الخريطة هاي، و بكسر هذا يوم اخلص. ممكن اخليه بشوف كيف حسب الميزانية بخليه بكسره. المهم الحين تو عرفتوا سالفة اللعبة، لكن لازم نمشي فيها عدل الحين، لأنه مش قاعدين نمشي عدل الصراحة، أبدا مش عدل أبدا. تعرف شو أبدا؟ كلا وليس عدلا. عندنا فود، خلنا نسوي أبجريد حق هاي ونبني بيوت جداد. لحظة، كنت أبغى ماركت أنا، بس ماركت بدون بيوت ما يستوي ترى. بنينا هناك خلاص. سوري ما شبري هذا. تعال انت هني، محتاجين دفاع. الله يستر ما ينتهي السلسلة قبل لا تبدأ يعني، لأن تعال انت هني تقدرون تغطون هالمساحة كاملة تقول باترول هذا. اوكي، لان محتاجين اكثر وايد الحين دفاعات، لكن انا قاعد احاول اختصر الوضع تراني صدق حرفيا. انا trying to shortcut things، بس ترى مش سهل ابدا. ويت، نبغى 40 صح؟ ترى لحظة خلنا نحسب عدل قبل لا أوهق نفسي. اوكي تصير هني 40، اعطني 40 مالي. اوكي 40 مالي وينها؟ هذه وصلت ماركت. لا ابغى احطيه مكان ما هناك. خلني اهدم هايل الحين، خلنا نهدم هايل. بيكون ما عندي وركرز اذا هدمت هايل. بيكون ما عندي وركرز هني الوهقة، لكن بيغطي مساحة كبيرة على فكرة، وايد مساحة ضخمة، مش مساحة هينة يعني. بيكون مساحة، وإنه قال شو؟ قال مساحة. زين هبا أسوي الفوندري، بس مشكلة مش في الفوندري، مشكلة وين؟ مشكلة إني لازم أهدم كم شغلة. ايوه اوكي، الحين نحن في وضع سليم، نحن في السيفتي اولموست اولموست، نحن في السيفتي. اوكي بالماركت بيوفرنا فود شوي، ولا البنك كان اخاف اني مغلط. البيوس ريدوس ذا فود نيدز سراوندينج دويلينجز. اوكي هذا اللي كنت اتكلم عنه، محتاج فود. زين بحطي هذا هني، حطي واحد وين؟ انا عندي احساس بينه هجوم هني، ما اعرف ليش، يمكن انه اقل دفاع و احتمال كبير انهم يهجمون منا على فكره. تعال انت هني، تعال اظني بيستي مكان حق واحد هني. يب اثناش، هابي مدد المساحة لو ببني عليها الحين، لكن صبر شوي. اوكي هلا بالماركت، هلا شوفوا كم اكل استوى عندي، شوفوا متوا عيونكم كمية الاكل اللي زادت عندي. فالحين كمية الاكل الجديدة هاي، عندي مشكلة فعليا في الخشب، لا
لكن صبر، اذا ياني هجوم من هني انا بتوهق. انا وين حطيت المحاربين مالي؟ سؤال يا جماعة الخير، منو كان وياي الحلقة الماضية؟ هذا لهم. حصلتم؟ اوكي خلاص حصلتم، لا تعبون عمركم تدورون. حصلتم هذا الترتيب هنا، وعندنا بنسوي محتاجين بيوت نطورها، لكن ما بيذبحنا غير الخشب. متخلك هنا، بنمتد هنا يسار، بسكر المنطقة هاي، بس لازم اسكر هاي اول. خلنا اسكر هاي المنطقة عن المعاند، خلنا نسكرها. لا اعاند نفسي ولا شيء، خلنا نسكرها. ليش قاعد افكر وايد؟ وانا ممكن اسكر المنطقة وفك امري. اللعبة ليست سهلة كما تبدو. خلنا نسير النيب نهجم مكان، خلنا نشوف هجوم الجاي من وين بيجي. اللعبة تجيب بالضغط ترى، بس تعرفون شو بسوي؟ بسوي تور هني يرجعوا لجنودي في الطوارئ. انا بهجم على المدينة، خل هاي يدافعونها الصوب. اوكي خلهم يجون هني، وبدافع عن المدينة من الصوب الثاني. شيء يدافع عن جنودي يعني. من قريب يجهز بنظف المدينة. لازم ننظف المدينة. المدينة يبالها تطير اصلا. خلنا ماركت نبيع حديد. انزين. نشتري وود. شو ناقص؟ انرجي وود. زين بنشتري شو؟ اول مرة اشتري وود في اللعبة هاي. هاي البلان بيموتون، تعالوا ساعدوهم. اوكي انرجي بولا 20 وود. ما سويت ريسيرش باور بلانت انا بعد. اوكي مو مشكله، بنحط لنا كلاسيكال باور. لازم تشوف اي اللعبه شكل نهايه كئيبه. انا اليوم تري هجمة يوم 48 اظني بتكون تقريبا، بتشوف الهجمة هاي كيف. يا تمشي امورنا يا ان نحن ننتحر. اوكي خلنا نشوف انرجي ماشي.
انرجي مفروض ما يكون عندي مشاكل في الانرجي المفروض. نشوف الهجمة الجاية من وين بتكون. لحظة باور بلانت طور عنا نبغى واحد من هاي ودمر المدينة. هذا تنظيف المدينة شيء مهم. كل اللي ما يعرف اللي أول حلقة يشوفها المدينة إذا يانا ويب ولا يانا زومبي من مكان بيونوا مع المدينة مرة. أوكي خلنا نبني بيوت نجهز المعركة الكبرى. نبى جولد نبى وايد جولد. أشوف وين يوصل أربعة فود واحد إنرجي يبا. لكن كم الانكم مالي جيد يعني الانكم نمشي اموره. نشوف هاي الشيء وضعهم نايس. تقريبا دمرنا المدينة. خل نرجع ورا اذا قدروا يدافعون اعمارهم هاي مو مشكلة. وابا وات از نكست خلنا نسوي ابجريد حق هذا. خلي التور هاي يساعدهم. الحين ابا اسوي بنك. محتاج بنك خلنا يصير اخذ لي شوي خشب. لا مش بنك محتاج. لحظة محتاج وير هاوس. ارجنت بعد مش وير هاوس عادي. الموارد مالي بعيد عن بعض. ايوه توهكت. محتاج وير هاوس ضروري انا. بس عندي الموارد متوزعة كل مكان. ما رم اشمل كل شيء في الوير هاوس. فببني هني. بتفاهم مع الوضع. خلنا نشوف عقب شوي. ود تعالوا اسوي لكم ابجريد. ناقصني فود الحين. الفود زين. الفود الحين نستعمل الموارد بشكل افضل ما يمكن. فور زين نشيل هاي. زين ونبني فيهم زيادة. هني التكتيك الحين تكتيك توزيع مشكلة عادية. أنا ما بسوي 100% بالضبط. لكن هذا زين يكون اكسترا.
محسن بزيادة، وايد زين يكون محسن بزيادة. فبنسوي اللي هو يبغالنا فود، يبغالنا فود مو مشكلة، بنسوي كلير هاسوب. شوف الويف الجاي من وين جاي وبنرجع متى الويف الجاي بيتكلمون، متى في ويف بيتكلمون. إذا من هالصوب بتعوز، أنا حاتي هالصوب لحظة في شي داخل؟ لا لازم ننظف الخريطة. انزين بنك 50 وود 50 ستون يبالي. لحظة في وود في ستون، خلنا نسير شل وود من هناك ونشل الستون. خمسين وود 50 ستون 1000 جولد، جولد يعفي الدرب ماله، 1000 جولد يعفي الدرب. اوكي هذا 1000 جولد، ابغى انكم اكثر، انكم مالي تعبان وايد، اذا ما عدلت الانكم مالي اتوهق قريب. يا الله ابو مكان، ما سويت حساب البنك انا. شوف هايل معظم البيوت صف واحد بيطوفن، شوف هايل بيطوفن اللي صار. وهذا بس هذا، هذا بيشمل اكثر البيوت غالية، فبنحطيه هني وبنحطي فوق. شو لحظة، طيب بيت هني، بيت بيت بيتين هني. وهني عندنا انتاج جولد تو اعلى شوية. انتاج الجولد بيرتفع المفروض من البنك يخلص، طبعا البنك يخلص انتاج الجولد فول بيكون ان شاء الله. يعني هاي شوي الانكم يزيد عندنا كل ما من بيوت وهالسوالف. انا هسه اعتمد على هالشي، هذا هذا الشيء اللي انا قاعد اعتمد عليه، انكم مالي كيف بيزيد. وينك وينك، خلنا نشوف شو الانكم جولد كيف بيطير ولا مو بيطير. ترى الحين بنحتاج وايد جولد قريب، نحتاج وايد جولد. تعالوا ايوه 600 حلوين، مشون حاله. في موارد تشوفونه، في عندي حصار، في عندي هذا، في عندي which is very good. زين انا بخلي جولد لان زاد عندي. جولد شيء عجيب. الحين نبغى نبني شو، بسوي فاوندري كومبلكس بيلدينج، وابى اطور بيت. اي بيت في الحدود مالك انت بطوره، البيوت اللي داخل الحدود. From south بيوم من هني. لحظة أسرع طريقة، أدخلهم من هني زي، وأسوي دور مرة ثانية
خلهم هاي هنا، خلهم هنا. اوكي وخلني احط ديفنس زيادة تحت، بس خلنا نشوف مين بيون. من اليمين اظن بيون، شكله من اليمين. اوكي هاي يوم كم؟ 44. يوم 44 انزين. شو بعد يبالنا؟ شو وضع الانرجي؟ زين انزين. السنايبرز ود لحظة بحط سبايكس ديفنس. اخ ما عندي ود، هالود بيطلع روحي قبل يصرون. يلا بسم الله. يوم 45 ما نشوف ولا بنهزمهم ولا يهزمونه. عسى السبايكس يجهزون بس. اوكي رقم واحد، ها هجوم سهل يعتبر، وايد سهل. ويت 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 الحمد لله وصل له هذا. لو هذا ما وصل انا كنت خلاص، كان الجيم منتهي، كان الجيم منتهي من الخاطر. لو وصل لبيت واحد، لو كان واصل لبيت واحد بس بيت، كان عادي يخلص الجيم عليه. زين هذا معناه نحن لازم نكمل ننظف الخريطة. اوكي هاي الاثنين هني كانوا، هاي الاثنين بخليهم هني، بنسوي بوابات هني، بوابة بوابتين، وبنحطي لنا تور هني، وبنبدأ نطلع من هني من اليمين. حتى نضيف خريطة على اليمين، مو بحسن دفع في العالم، لكن خلنا هجمة غير. اذا نجينا من هجمة بعد بنشوف كيف. خلنا نضيف البقعة. يا الله الجولد اللي هني، يا الله الجولد اللي هني. زين خلنا نشوف شو نقدر نسوي الحين. عندنا جولد، عندنا ايرون، عندنا ستون هاوس، لا نحن نبى فوندري. فوندري يباله كم جولد؟ بس يباله 50 وود، 50 ستون. نبيع هاي هاي من الصبح قاعد يهجموا عليه. خلنا نمسحهم، بمسحهم من الوجود. نشوف كيف نمتد هاي المكان. تعبان انرجي، لكن ايرون ما بينقصني، انرجي ما بينقصني. كم انرجي يعطينا هذا اصلا؟ 160 وايد. اوكي 160 وايد ترى، مو شوي. تنظيف الخريطة ياخذ مساحة، يعني ياخذ وقت.
وقت جبار ياخذ تنظيف الخريطة. هو المفروض كنا نسوي من بداية تنظيف الخريطة، وانا وايد تأخرت في التنظيف في الدفاعات، المنطقة كانت وايد مفتوحة، فكنت متلعوز في السالفة انا. بس اهم شي الحين نشوف اذا طحنا في مدينة ثانية متلعوز، اشوف الجموع اللي هني بس ما يطيحون في مدينة ثانية، هذا اهم شي عندي الحين. طحنا في مدينة ثانية بيموتون هايل، مش مستعد اخسرهم. خلنا نجيبهم. افضل طريقة في العالم، افضل طريقة في العالم. هجوم الجاي قريب اظني. خلنا ننظف المنطقة هاي، وابا تشوف بس ابا شوي حديد. حديد انا كنت ابيع مسلسل صح، بس اوكي. يبقى 2000 جولد، يبقى 2000 جولد. انا اتحسب يبقى 1000 2000، يبقى له شوي والله. نبغى مال بترول بعد. اوكي استوى عنا فلوس. فاوندري حطي هني الفاوندري، وبحطي ما عندي جولد. هل جولد هذا مغري؟ ابغى امتد هني بس حق الجولد، بس وايد بعيد ترى. هو المفروض ما اخاف، المفروض امتد لان منظف المكان. خلنا نشوف كيف الامتداد يمشي معي. بسوي دارة هني، باخذ خشب اللي هني، خلنا نبدا نمتد. اوكي خريطة شبه نظيفة الحين، يعني المفروض ما يبون وياهم كميات ضخمة من الزومبيز. المفروض، انا ما اقول هل راح يستوي، المفروض. بس ادعيلهم زين. بسكر هذا المكان، يعني تقريبا يدافع عنه، ما يدافع عنه لكن تقريبا حاليا تقريبا زين. وأحطي و300 جولد، بحطي مال خشب على طول، والله بحطي مال خشب. سومل ما احد في اللعبة تلعبس على الخشب كثر ما تلعبس هذا الجزء هذا ولهالمرة. انا لعبني يمكن 3 4 مرات لكن انزين. تكملوا كلير فاوندري. ابو اويل بلاتفورم 1200 جولد. هذا وهاي خلنا نيب هاي هني. في هل في احد ممكن يسوي لي ازمة جغرافية هني؟ ترى شوفوا هاي المشكلة، هاي المشكلة خشب. عندي كل شيء بس خشب متلعوز فيه.
المفروض هذا يغطي يحتاج خشب مالي على فكرة. الحين بتيني هجمة قريب، المفروض تيني هجمة قريب. قبل هالهجمة اللي تي أبا أرتب أمور هالمكان. خلني أنزل تحت وأشوف إذا في حد هني وذبحه قبل لا أتأزم في الموضوع، قبل لا أتمشكل وقبل لا أطيح في حرب. نشوف شو يستوي. استوى تقريبا 50 يوم. أوف. هذا ويف كبير، تشوف عالم جاي من هني. ليش مشكلة ما عندي حد ثاني هني؟ حد ايوه هاي الموجودين. اوكي وست على اليسار. اوكي استوى اللي كنت خايف منه. مشكلة بس خلنا ندافع عن الوست الحين. وست وين بيكون؟ هني على الأغلب بيكون هنا تحت. مو مشكلة بلحق عليهم، بس هذا المكان اوكي توهكت الحين. طحت في مشكلة خايسة، وهكت عمري، والله وهكت عمري. وصلوا وصلوا اكسكيوترز. يلا بسم الله. مش ممكن، لا لا تدخلون يا شباب، لا تدخلون. على فكرة شير هام خرب على الدور، بشل عقب ماله. قضينا عليه، قضينا على الويف. اوكي ابو اويل بلاتفورم اول شيء. اويل بلاتفورم حلو، بجيب هذيل هني وابني دفاعات هني، ببني دفاعات هني. خلنا نفترض بسوي باب ابا استون دور. سكويري كم؟ 50 60 100 120 70. 150 هني. اروم احطني مكان ثاني؟ لا ما اروم. كل الجولد اللي ارمى طلع. زين 60 جولد وكم؟ خلنا نحسب الحين. 60 جولد و ستين جولد هنا 150 جولد. يعني عندي خشب اوكي خلاص خلصنا هالناحية هاي. ابا ابني يدار طول مسافة من هني لين هني.
الصباح. ترى هذا هني المعاناة، الحسبة هاي قمة المعاناة، بس هاي اللي بيزيدوني وايد، ترى طيروني شويتين اللي هو وايد. اوكي رادار تور، لا ادفانس مل، ادفانس فار سكويري، بس اذا احطي انا ما بهايل، انا اللي اباه ميسر انجينيرينج سنتر نبا، هذا الحين بحطيه خلاص مو مشكلة، مو مشكلة، كان مشكلة الحين مش مشكلة خلاص. كان مشكلة الحين أموره طيبة زين. ونبي نسوي هني ونحطي بعد الخشب ما يكفي، بعد الخشب عندي ما يكفي. سوي ستون هاوس، البيوت اللي عندي كلها لحين ما سويتها لها بقريد. وين يروح الود هذا كله؟ خاطر اعرف وين يروح الود هذا كله. الود عندي يستهلك بشكل خرافي والله، استهلاك الخشب عندي يعني افظع ما رأيت. بحطي هني انا بس هذا الدفنس، لانه ما عندي شيء هني ابغى احطي. اذا استوى عندي خشب يعني ترفقت علي اللعبة واعطتني شوي خشب زين. وابا انجينيرينج سنتر، انجينيرينج سنتر بحطي هني جريتر بليستا، هذا حلو وايد حلو، هذا ينتج 60-60، بسويه ادفانس كويري لان مصدر دخل ناجح، هذا مصدر دخل وايد ناجح. اقول لك ما با زين، خلني بهايل لفوق والوسط الحين. بيلدينج كومبليتد، ما بطور باقي بيوتي مثل عاوز، مثل عاوز. ما عندي حتى ستون، نكمل ستون مالي كم ثري. فور ستون هني بنحطي، هني اوريدي ياسين نحفر المكان، هني ما اقدر احطي، ما عندي انكم ستون فعلي. شوفوا اي الكرة تدي زين، ما بكمل الحلقة هاي، بكملها بعدين لأن بطول السالفة وايد. الكولا تدي نجينا 54 يوم، إن شاء الله في الحلقة الجاية بنكمل شو بنجي شو بسوي شو ما بسوي. فأشوفكم إن شاء الله على الحلقة الجاية، لا تنسون لايك شير سبسكرايب على السلسلة هذه والسلسلة اللي تعجبكم أكثر، والأوتوسيف شوفوا حفاظ لكم البروجرس مالنا، والسلام عليكم ورحمة الله.